يسلم ايديك. عفو سيراج. نهارك سعيد. صباح الخير، أنا قريبة منك. أنت قلت لي لا تجي، بس بصراحة ما قدرت أتركك لحالك. أنت وين موجودة بالضبط؟ نشرب فنجان قهوة قبل ما نروح على الوكالة؟ والله بدك. أتوقع صار هاليوم ذكرى مشؤومة بالنسبة لك. يعني أنا ما بعرف إذا بتحب عيد الحب وبتحتفل فيه ولا لا، بس إيه طبعاً كنت حبه زمان لما كنت بعمرك. كنت حسه يوم خاص وبيعني لي كتير، بس بعدين مع الزمن راح وصار مثله مثل غيره. كان يوم حلو مع الحب الأول، بس هلأ صار واضح كيف رح أتذكره. صار اسمه يوم الطلاق، بس رح ضل أتذكر أنه ما تركتيني فيه، عزمتيني فيه على فنجان قهوة طيب كتير. انت شو قلت لي يا اخي؟ مو قلت لي بس تتضايق اتصل فيني؟ قلت لك والله. معناته ليش ما عم ترد؟ والله يا سردار معك حق، شو ما قلت ما فيني ناقشك. اي معي حق طبعا، انا اصلا ضايق خلقي وقاعد لحالي هون. رفضت اقتراحاتي، ممنوع البث المباشر، ولا هاد ولا هاد ما بيصير. خلص سردار، اعمل اللي بدك اياه. فيك تفتح بث مباشر هلا اذا بدك وتاخذ وتعطي مع كل الناس. انت شو صاير لك يا جلال؟ شو هالحاله؟ والله يا سردار محتار بين ما في شيء مستاهل وبين كم مرة الإنسان بيحب. كم مرة يحب الإنسان، كم قلبا يحتاج لكي يعتاد على طعم الفراق. برافو. يعني أنت كمان صار معك إحباط بسببي ولا شو؟ لا يا روحي، شو هالحكي؟ أنت مالك علاقة أبدا، هذا إحباط له علاقة فيني أنا تماما. مشان هيك أنا رح أقعد عندك هون وما رح أقدر أعمل شيء، يكون بعلمك. منيح، يعني على القليلة ما رح أقعد لحالي، وهي شغلة منيحة مشاني. على القليلة صار في عندي صديق، صديق الأحبار. إيه يعني. شكراً كتير عمو بكر. صحة وعافية يا سهيلة. واو 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 واو، مين المحظوظة؟ أكيد مو أنا، عن جد نيالة. وين غرفة فريدة خانم؟ تفضل معي وأنا رح أدلك على غرفتها. تفضل. بيلبق لفريدة خانم، بيلبق لها. هاي بكر، عن جد هدول جايين لفريدة خانم؟ طبعا. أكيد شريف بيك هو اللي باعتهم وبتعلموا كلامي. من وين طلع بعقلك هلأ شريف بيك يا بكر؟ كيف يعني؟ هنين كتير قريبين من بعض وقت التصوير، بعد سنين طويلة. ايه بتذكر لما ساعدته فريدة بالتصوير وقتها. والله كتير ممكن يا تولين، أنا سمعت هيك حكي كمان، يعني ممكن يكون صار في تقارب. أي نوع من التقارب تحديداً؟ فهمني. ما بعرف، أنا لازم تسألي هالسؤال لفريدة خانم، شو بيعرفني؟ أي بس هو شو بدكن تسألوني؟ ما في شي. فريدة خانم، إجتك باقة ورد لحضرتك حلوة كتير، وعم نحكي عنها أنا وياهم. عن جد؟ من مي؟ تعدى مينا إذا منعرف، بس الوردات بياخدوا العقل. لو تشوفيها شو كبيرة. صباح الخير. صباح النور. تعالي تعالي يا حلوة. يا شباب، طالما انتم مجموعين هون المساء عاملين حفلة للعزابية وبس. يا شباب، انا رح اطلع اتعشى مع مرتي برا. فريدة خانم لك تعال معنا. باي. والله يا شباب من هون انه الكل عزابي باستثناء بكر.
للأسف إيه. فوقتها شو قلت لحالي؟ هلأ حفلة العزوبية اجتب وقتها منعمل حفلة مننبسط كتير، شو رأيكم؟ فكرة حلوة كتير عنجد كفل. فريدة خانم فيلي أحضني؟ طبعاً. معناها أنت كمان أم لميرا؟ هي كمان سنجل، بتجي أنت وياها. إيه هو هيك أكيد بقلها. كتير حبيت الفكرة. تعي تعي نجيب قهوة تعي. يلا يا شباب. فكرة حلوة كتير مرة. رح نروق. يلا بشوفكم المساء. الغلط غلطي يعني، أنا شو دخلني لحتى أتدخل بفيلم الزلمة؟ يصطفل يصور، أنا شو دخلني؟ شو دخلني؟ أي زلمة؟ هاكان. مين هاكان؟ مخرج فيلم المحيط الذهبي، عم أحكي لك. معقولة ما عم تسمعني؟ أنت يلي مانك عم تسمعني، من وين طلع لنا هاكان هلأ؟ كنا عم نحكي عن حياتي العاطفية. أها، عفوا أنا شردت شوي سردار، عن مين كنا عم نحكي؟ ليش في حدا لحتى نحكي عنه يا جلال؟ كنا عم نحكي عن حياتي اللي فيها عشق، وأنت يلي عم تتخوت. قلت لك عشق ما في، والعواطف حطيت عليها إشارة إكس كلها، كل شيء انتهى وراح. والله وأنا كمان نفس الإحساس يا سردار، عن جد كل شيء صفر، كل شيء بإيدي صفر. أصلاً وين قصص الحب القديمة سردار؟ وين قصص الزواج اللي بتستمر 60 و50 سنة؟ اللي وينها؟ ما في طبعاً، أكيد ما في. خليني أتفرج على التيك توك شوي، لأمتى بدي ضل قاعد معك وعم نقيا جلال؟ تفرج سردار، تفرج معك. يا الله الألوان شو حلوين. عيد حب سعيد فريدة شريف. شريف يا روحي حبيبي، وصلوني ورداتك الحلوين والشوكولات الظريفة. شكرا كتير كتير إلك، شكرا. المساء؟ أنا ما بقدر إجي المساء يا شريف لأني وعدت الشباب هون. نحن عاملين حفلة للعزابية هون، مثل ما بتعرف ما حدا بالوكالة عنده حبيب، فمن أجلها ليوم تاني، نسهر بعدين ممكن؟ هي هي السعادة. تطورات الإنفلونزا في عالم المال، شو بدنا بهذا الموضوع؟ خلينا نشوف غيره. شو هاد؟ القاعدة رقم واحد باستخدام سنارة الصيد، لازم يكون عندك سنارة صيد، سنارة واحدة، سنارة بتكفي. ما حبيته، غير. برأيي الألبوم اللي حاكي التسعينيات. سمعت؟ قال الألبوم اللي حاكي التسعينيات. هذا أنا عملته مشان الحب. سردار بوس إيدك، لا جيب لي سيرة الحب، مو ناقصني بالمرة. يعني إذا أنا ما حكيت عنه شو رح يصير؟ إعلانات الحب معبية كل الدنيا، رح تطلع من أنفنا حب 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 حب. معك حق، كل مكان كل مكان. جلال. أنا ماني متعود شوفك بهالحالة بنوم. نحن على شو متفقين؟ أنا بدي أحكي وإنت بدك تسمعني، وبعدها أنت رح ترجع لي عقلي، مو هيك اتفقنا؟ إذا كنت ناوي طالعني من هالمود، على الأقل كان لازم تحاول جلال. معك حق سردار، عن جد معك حق، يا ريت لو طالع بلقيت شي، بس شوفت عينك، شو فيني ساوي لك؟ جلال، أنا دائماً بقول الحياة حلوة رغم كل الاهتزازات والصعاب. طلع مشي على الشط، خد نفس، خلي الهواء النظيف يفوت جواتك. بتشوف الناس ومعالمهم، بتشوفهم هن عم بيسلموا على بعضهم. يعني ليش لحتى نحط الحزم بالجرن ونقعد نبكي؟ يلا قوم بقى، خلينا نستنشق الهواء النقي. انت اللي عم تقول هالحكي سردار؟ ايه طبعا. بدنا نروح؟ طبعا. طيب انت مقتنع بهالشي؟ يعني انا كمان ما كنت مقتنع، بس الفكرة مو سيئة. وانا رأيي الفكرة مو بطالة. تليفونك عم يرن، شوفه. سمعته. في حدا اتصل فيك، شوف مين. إذا رديت شو رح يصير؟ شو رح يصير سردار؟ الزلمة عن جد أخذ جملي نسخ لصق وعم يستخدمها كمان، كل جملة قلتها عم يقولها هو هلأ. هات عطيني عطيني. ها فريدة عم تتصل، أصلاً أنت بتحبها كتير.
فريدة كيفك؟ أنا سردار اليابان. هاها سردار كيفك؟ أنا منيحة، شو أخبارك؟ كأني كنت أحسن لحتى إجا جلال، يعني بعد ما إجا سحب لي كل الطاقة، حاسس حالي قاعد بدون طاقة أبداً وكأني قاعد بالعتمة. أنا اللي رح طالعكم من هالعتمة، أنتوا الاثنين. اليوم المساء رح نعمل حفلة، حفلة عزابية، وأنتوا الاثنين بدكم تجوا عليها وناطرينكم. بابا قال في حفلة المساء. أنا صاير حفلة بحد ذاتي. أنا رح أبعث لك العنوان والتوقيت يا سردار. رح حاول كون موجود فريدة. بوسات. إيه شو رأيك؟ ما بدي. وأنا رأيي تروح. روح وفضفض شوي. لوين؟ حل عني يا أخي كرمال الله. والله من وقت اللي إجيت خليتني اكتئب. معك حق سردار، أنا شو عم بعمل هون؟ خليني روح. رح روح بس اسمعني، إذا أنت ما رحت على الحفلة فريدة رح تزعل كتير. على أساس أنت رايح حتى أنا روح يعني؟ صح، وأنا مو رايح، ما رح روح. إيه طيب ليك، خلينا نحكي المسا ونتفق، شو رأيك؟ والله إذا كنت بهالمود لا تتصل فيني نهائيا جلال أفندي باشا. حالتي ولا شيء قدام حالتك، أنا بألف نعمة والله. هيك رأيك؟ طيب خليني روح، معك حق كلامك صح. خلص لك أنا منحكي سردار، تمام؟ ايه تمام. لا تواخذني على حالتي هي. لا ما رح اخذك، يلا روح بقى. طويل افندي لا تترك شيء الا ما تخبطه، ماشي؟ كل مره بخبطه ما انكسرت. روى ايه ليكني، انا اجيت من موقع التصوير قبل شوي. ايمي لخانم وباتوهان بيك. أه هن المعلق اساسا فصلوا، ما بدهم يمثلوا هذا الاعلان. اها ايه تصالحوا والتصوير مرق من دون اي مشاكل، يعني الكل مبسوط ومرتاحين كتير. منيح، فرحتيني. ايه نحن كمان فرحنا كتير. اسمع فهمني، شو بدنا نساوي؟ ها هلأ أنتي رح تجي لعندي مباشرة ومنجهز حالنا هون، وأنا بعطيك هديتك وبعدها منروح سوا على الحفلة. شو اتفقنا؟ كنت بدي إلك خليني أشوفك برا، بس كمان ما بدي حدا يشوفنا، مو ناقصنا. تمام أحسن شي البيت، خلص. وأنا هيك رأيي، أنا أصلا بدي أعطيك هديتك، وعلى فكرة أنا هديتي مصممة لحتى تنعطى بالبيت تحديدا. كيف يعني؟ بس تجي بتشوفيها. تمام، بس يمكن ما أقدر وقف كتير جنبك بالحفلة، يعني ممكن نضطر كل واحد يكون بجهة مشان ما نلفت نظر. خلي هالشي ببالك. طيب هلأ نحن لأمتى بدنا نضل على هالحالة؟ ما بعرف شو أعمل، بس هاد الشي الوحيد يلي منقدر نعمله بالوقت الحالي. آسفة. لا فيك تغيري رأيك، يعني فيك تغيري رأيك بآخر لحظة، تمام؟ لا تنسي هالشي لميس، أنا جنبك رح أنتظر وما رح روح على مكان، رح ضل جنبك على طول، لا تخافي. لميس خانم صار دورك، تفضلي لو سمحتي. تمام ما تخافي، خلاص خليها تقول خليها ما يهمك. تمام ايه لميس تمام. أهلا وسهلا. وهلا قبل ما فوت لجوا لازم سكر لك عيونك. ليش؟ طول بالك. شو قلنا؟ ما بصير نسأل أسئلة مشان ما يبطل السحر. مفهوم. طيب ماشي. بس خود حط هاي بشي مكان، بس لا تشوف شو فيها. طيب تمام ماشي. تمام دير بالك. طيب.
انتبه علي. شو جاهزة؟ جاهزة. ايه تمام. دير بالك. ايه تعالي لحظة. يلا فوتي. روح من هون؟ لا لا تعالي من هون، بس انتبهي على الدرجة شوي شوي. ايوه تمام. من هون تمام. فيك توقفي هون. ماشي وصلنا؟ اي وصلنا. تمام. ايه يا ستي، وهي هديتي، افتحيها لنشوف اذا رح تعجبك. اكيد رح تعجبني، رح افتحها. بس هي كتير حلوة، عن جد كتير حلوة. عجبتك؟ معقول ما تعجبني؟ شوف شو حلوة وقماشتها طرية. يسلموا ايديك. العفو. شكرا كتير. وهلأ صار دوري هديتي أنا. لحظة، فهمني أنت ليش جايب هدية لحالك؟ روقي شوي عديمة الصبر. أنا عديمة الصبر؟ أول شيء أنا أكيد ماني عديمة الصبر. إيه؟ أنا اللي بعرفك. عن جد؟ أكيد. وهلأ شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نساوي؟ بدنا نلبس بيجاماتنا. كيف طالع موديلي؟ طالع حلوة كتير، ولابقت لك كمان. ولابقت لك أنت كمان، متجنن عليك. وهلأ شو بدنا نساوي؟ هلأ بدنا نتسطح شوي. أنا ما بقدر، إذا تسطحت بنام، وإذا نمت ما بنقدر نروح على الحفلة، وهذا مستحيل. حبيبتي ممكن تجي شوي؟ تعي. على مهلك باريش. خليني غطيك هلأ بالحاف هيك. تمام. ممكن توقفي أسئلة شوي؟ ماشي. طيب بمين عم تتصل؟ ما سألت شي، خلص انسى، ما سألتك شي. عيرت المنبه. تصبحي على خير حبيبتي. وانت بخير. سكري عيوني. سكرته. صباح الخير يا عمري. صباح الخير. أنا وأنتي ما عشنا يوم كامل مع بعضنا. هلأ نحن نمنا مع بعض وفقنا مع بعض والمنبه تبعنا رن، هلأ رح ننزل لتحت ونجهز فطورنا، يعني مثل كأنه عشنا يوم كامل بس سرعنا شوي. يلا مو مشكلة. أنا هي هي هديتي إليك بعيد الحب، بتمنى تعجبك. تفضلي. وهي الأومليت صار جاهز، وعلى فكرة أنا مشهور بالأومليت. عن جد عم تحكي؟ افتحي تمك لقلا. طيبة كتير. صحة وعمر. لحظة شوي دوقة. شو حبيتي ولا لا؟ لميس خانو عم تتصل. طول بالك بلا ما تسمعنا سكوت. أهلين لميس خانم، كيف؟ بس يعني أنا بعدت العقد ما وصل لعندهم، ما فهمت عليكي. أوكي طيب، معناها هلأ بجي. خلص فهمت عليكي، ماشي ما رح أتأخر.
أنا آسفة كتير، عن جد أنا آسفة كتير، بس لازم أمشي عن جد. شوف ليك، أنا بعت العقد لصارب بكر بس ما وصل لعنده وهو مهم كتير، يعني ممكن يصير في مشكلة. لا يا الله لا. تمام، ما رح أقدر كمل. بالله جد؟ إيه بس مرقت عليك، وجهك كان عم يقول إنه مرقت عليك. إيه فعلا مرقت علي. إيه لأنه أنا دائما هيك بيصير معي، بس بدون هاد الفطور. دجلي خانو؟ نعم. شو رأيك تصيري ممثلة؟ يعني حضرتك موهوبة كتير ما شاء الله عليك. شو هالحكي؟ شكرا كتير بارش بي، بس شغلي كتير بحبه. ها؟ ها؟ شو؟ شو هاد؟ تمام. هلأ مناخد قطعة هالدونات ومناكل منها ومنروق مع بعض. دوقي. كم كيلومتر صاروا برأيك؟ والله برأيي صاروا شي 15 كيلومتر تقريبا. اوه معقول يكونوا صاروا هيك؟ ايه صاروا. ها المنبه. لك صار وقت نروح على الحفلة. ايه والله، يلا سوق باتجاه البيت بسرعة. لازم تشع. شوف شلون بيم ايدي. انت شو عامل؟ انت عملت كل هدول؟ مو متخيلة فاجأتني. شكرا كتير. يلا تعي معي بدنا نشوف فيلم. وهلا صار دور هديتي؟ لا ما حزرت، هلا صار دور هديتي، بس بالاول لازم نجهز حالنا. تمام. وبهي هديتي لك بعيد الحب. لا لا مو معقوله. ليش؟ لك هي طاقية التخرج. ايه ورجيني. استنى استنى. تمام. استنى استنى لقلك، البس الطاقية. تمام. لحظة شوي. أعزائي الحضور، بداية أهلا وسهلا فيكم جميعا بحفلة تخرج طلاب ثانوية بشك داش. وطبعا على غير عادتنا بدي أطلب من أحد طلابنا يلي ما أنهى الثانوية بمعدل عالي بس ما هيك واضح إنه في مستقبل مشرق بانتظاره إنه يتفضل لعنا على المنصة. بارش هواس 173 تفضل لعنا. إن شاء الله ألف مبروك. شكراً كثير أستاذة. تفضل استلم. تفضل. المدير العزيز. أستاذ المعلمين وزملائي الطلاب، شكراً كثير لأنكم أعطيتوني هي الفرصة، علماً أنه أنتوا هلأ ما بتعرفوها، وللحقيقة أنا كمان لسه ما بعرفها، بس بدي أقولكم أني بالمستقبل رح يكون في عندي حبيبة رائعة ورح أجيب لي هدية حلوة كتير، ولهيك أنا هلأ حابب أني أتشكر على الهدية من كل قلبي.
يلا هلا وقت الشهادة، افتحها وشوفها. شيل المايك لحتى تستحكم. تذكروا لهداك اليوم وقت قلت لك بلكو قعد لازم توثقي بشريكك. يلا للحقيقة أنا ما كنت خايفة أوقع، بس مع هيك ما كنت مستعدة إني خاطر وموت. إيه قلتيلي مالي مستعدة أعرض حالي للخطر. مزبوط، بس ما وقعتي لأنه مسكتك. بس بصراحة أنا وقعت بإحساس بعمري كله ما حسيت فيه. أنا وثقت بشريكي وأنه رح يمسكني وما رح أوقع. صحيح هو ما وقعني، بس مع هيك أنا وقعت ولساتني لليوم بنفس المكان اللي وقعت فيه وقتها. بحبك كتير. وأنا بحبك كتير كمان. إيه ما خلصنا. لسا ما خلصنا، بس لحظة لحظة. وهلأ بقى صار دور حفلة التخرج. ممكن تمسكي لي هاد؟ للحقيقة أنا كنت عم خطط لعشاء رومانسي، بس حفلة التخرج فيها أكل كمان. يلا تعالي معي. تعي معي لقلك. تمام. يلا تعي على السريع. مو معقول شو مزوي. يعني عجبك؟ إيه كتير. يلا عادي. تمام. إيه ليك شو رأيك نحط هاي هون؟ أوكي. تمام مشي الحال. ايه تفضلي. صحة وهنا. صحيح أخذوا شوية وقت بس عملتوا. عن جد حلوة. أنا هي أول مرة بحياتي بحتفل بعيد الحب. وأنا كمان. وهي تاني مرة بروح على حفل التخرج. ليك طبعاً نحن ما خلصنا، لسه عنا حفلة التخرج الراقصة ليكم بعلمك. يعني بدنا نرقص؟ طبعاً. ممتاز، لكن خليني شغل. لا أنا جهزت الغنية، أنا رح شغلها. إيه وأنا مجهز واحدة. طيب خلينا نشغلها مع بعض. طيب ماشي. واحد واحد اثنين ثلاثة. مو معقول. Canımı yakan en tatlı şeysin bugüne kadar. Gururlu, gizemli, asil sevgilim. Gidene kadar, bitene kadar, sonuna kadar. Aşk tanrısıyla dans ettim dün.
seni bana anlattı hep. Kalp avcısıyla dertleştik dün. Aklında sen, sadece sen. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin bugüne kadar. Sen benim canımı yakan en tatlı şeysin bugüne kadar. Gururlu, gizemli, asil sevgilim. Gidene kadar, bitene kadar, sonuna kadar. وين دجلة لهلا؟ ما بعرف اتصل فيها؟ سراج بيك ما اجا كمان، معقول يكونوا مع بعض؟ ممكن كتير من هون. ها سوسو تفضلي. او 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 شكرا كتير على مساعدتك يا روحي. لا العفو يا روحي، انت عملتي كل شيء اصلا، انا بس ضفت لمسات صغيرة وبسيطة. وانا حطيت لمساتي. شو قلتي؟ عم قول الجو كتير حلو وكل شي طالع حلو، الكل رح ينبسط اليوم. آه صحيح، على أساس في عندك ريبورتاج مع باريش. ايه رح نعمله هون، قال جهاد بيك رح يبعث صحفيين لعنا، أكيد رح يسألونا كم سؤال ونحنا منجاوب عليهم. ايه هاد كمان حلو. آه بابا اجي. اهلا وسهلا حياتي. اهلين فيك، هاي فكرتك حفلة العزابية؟ ايه طبعا، قلت لحالي طالما كلياتنا عزابية خلينا نعمل حفلة ونضل مع بعض. منيحة الفكرة، على القليلة منريح راسي. ايه وانا هيك قلت. ايه دجلة وينها؟ شفتوها شي؟ لا ما شفتها، اتصل فيها. كتير لابق لك الطقم والقميص، يعني عجبك؟ شو مجهز حالك مشان حدا؟ لا عادي. ليك ها ليك اجي. شو في هون؟ ورجيني. طلع حلوة كتير بتشدني. ليك شوفي هاي كمان. مرحبا. اهلين يا روحي. اهلين فيك. مرحبا بيسان. اهلين. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك يا ميرال؟ منيحة شكرا، أنت كيفك؟ تمام منيح. برأيك اللي عملته صح؟ جواب هذا السؤال عندك لميس. انت قلت لي اوعك تعملي شيء تندمي عليه بعدين، ومن لما قلت لي هالكلام وهو ببالي كيف بده يمشي الحال، كيف بدي اقدر؟ لميس انت اخذتي قرارك، وبرايي هذا القرار الصح من شانك ومشان المستقبل، عن جد عم احكي صدقيني. برايك انا اي نوع من الامهات؟ مجنونه شوي وعصبيه شوي. شوي ايش بدي اعمل لميس؟ بدي مهد لك شوي شوي مشان ما تجي بوشك. بلا ما يسمع. ايه مزبوط بلا ما يسمع. بس رح تكوني أم رائعة، بتعطي حب وحنان على طول. عن جد انت بتعرف قديش بحبك ما هي؟ بعرف، وانت كمان بتعرف. روحي انت روحي. احذري شو جاي على بالي غني اليوم، اذا فتحوا باب الغنى انا اول واحد رح يغني. غني مو غلط. ايه شو عملت مع دجلة؟ عجبت هديتك؟ شباب وطي صوتك شوي. لك اخي مين بده يسمعنا مع هالموسيقى العالية؟ شباب صاير مهووس انت التاني. اخي نحن من غير شيء صايرين عم نلتقى ونروح ونجي بالسر، وهذا الموضوع زعجني من الأساس، وهلأ كل الوكالة هون. يعني عجبتها ولا لا؟ بلا عجبتها. عجبتها. حتى بتعرف هي كمان عملت لي مفاجأة، وكانت عملت لي حفلة تخرج. كيف يعني؟ حفلة مثل العادة بس زي التخرج، مريول وطاقية وشهادة. ولا يهمك تفضلي. اي وشو كمان؟ مرحبا. أهلين. شو الأخبار؟ منيحة، وانتي؟
وقتها اجوا رفقاتي والثلاثة صاروا يهدوا فيني وصاروا يقولوا لي خلص يا دولي طولي بالك. دقيقتين وبرجع لكم. ولا يهمك. ايه عن جد؟ ايه حبيبتي. عم تحكوا شي خاص؟ لا. حفلة عظيمة مو هيك؟ حفلة العزابية. سراج يعني ما بعرف بالعادة شو بينقال بهيك حالات. ولا شيء. كأنه أنت وسهيلة هيك كمان؟ ايه هيك والله. شو عم بصير هون؟ عم تتهامسوا من ورا ظهري؟ اجت منظمة الحفلة. عم نحتفل بوحدتنا. بصحة وحدتنا. بصحتنا. بصحة العزوبية. بصحة العزوبية. والله برأيي حفلة حلوة كتير، فكرة كتير ظريفة. هاي فكرة فريدة خانة. ما بتناسبكن انتو ابدا، بس انا عجبتني. ميرال لو سمحتي. ايه خلص ماشي، ما حكينا شي. يا ريت لو كان في شي مطرب. بارش اجوا الصحفيين، خلينا نطلع شوي ونخلص من هالموضوع. ليك شوي بجي. تمام يلا بالاذن. مع السلامة. بارش وبيسان لوين رايحين؟ بده يجي صحفي لحتى يعمل حوار معهم ويحكوا عن عيد الحب. رح يقولوا انه هن رجعوا ارتبطوا؟ لا ميرال معقول يعني؟ تعالي خلينا نسمع شو بدهم يقولوا. يلا نروح. أول شي شكراً كثير لكم. العفو. شكراً لكم. وأكيد منتمنى لكم عيد حب سعيد. يعني بما أنه ما عنا حبيب ما رح يكون سعيد كتير، ما هيك؟ أكيد. بارش بيك، خلينا نسمع وجهة نظرك، ممكن تقلنا عيد الحب شو بيعني لك؟ للحقيقة هو ما بيعني لي كتير، لأنه أنا بشوف أنه الإنسان ما بيحتاج ليوم خاص لحتى يظهر حبه. ليش هيك عم تحكي؟ أنت أصلاً إنسان رومانسي كتير. شو الحكي؟ إيه طبعاً هيك ببين. شو في كتير أخبار عنكم، البعض عم يقول أنكم تصالحتوا وأنه رجعت علاقتكم من أول وجديد، صحيح اللي عم نسمعه؟ لا لا، يعني لو كان في هيك شيء ليش لحتى نخبي؟ ما هيك يا بارش؟ أكيد. نحن الاثنين هلأ ما في حدا بحياتنا، أصلاً لو كان في ما كنا أجينا على حفلة العزابية من الأساس، كنا رحنا على مكان تاني. بعدين نحن ما لنا من الناس اللي بيعملوا علاقات مخفية. أنا أصلاً بحس إنه هالشي سخيف كتير، يعني إذا إنسانين بيحبوا بعض والعشق بيجمعهم ليش لحتى يخبوا هالشي؟ عفواً بارش بيك، حابين نعرف شو رأي حضرتك بهالقصة، ويا ترى ممكن نشوف شي حدا خاص جنبك بالأيام القادمة، ولا ما بتحب تصرح عن علاقاتك؟ يعني طبعاً لما بيكون في حدا خاص رح أعلن هالشي مباشرة. طيب عفواً، حابين توجهوا أي رسالة لمتابعينكم بمناسبة عيد الحب؟ أنا بحبكن كتير، عن جد بحبكن كتير، بتمنى للكل سنة حلوة مليئة بالحب واللحظات الحلوة. طالعة مثل رسالة رأس السنة، مو هيك؟ عادي، وين المشكلة؟ برأيي إذا لقوا الحب الحقيقي، يعني إذا حبوا من قلبهم لا يتركوا يروحوا من بين إيديهم، لأنه الحب الحقيقي شي غالي كتير، واللي بلاقيه لازم يتمسك فيه، لأنه الإنسان ما بلاقيه بسهولة. عفواً بارش بيك، يعني منفهم من حديثك أنه أنت كمان ناطره، مزبوط كلامي؟ إيه ناطره طبعاً، لنشوف على خير إن شاء الله. شكراً كتير على وقتكم، بتمنى لكم سهرة ممتعة. شكراً كتير. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية جميعاً. شكراً كتير. يلا بالإذن من طبعاً. بارش أنت رح تبقى هون؟ إيه رح أبقى شوي. أنا بدي روح، تعبت شوي، عم قول خليني روح وارتاح. ماشي ماشي، الله معك. باي باي. ما بدك تردي؟ لا. ما رح تخبري سرحان؟ لا. لميس ردي عليه، بلكي في شي له علاقة بالشغل. قلت لا. لميس نحن شو حكينا؟ مو على أساس رح نتصرف بشكل طبيعي لبين ما نترك؟ يلا ردي، بلكي شي له علاقة بالشغل. طيب لشوف شو بده.
ألو نعم لميس، على أساس تتركي لي العقد تبع شركة كوز؟ لا تؤاخذني، راح عن بالي، موجود بمكتبي، خده إذا بدك. تمام، دليني على مكانه، أنا رح روح على مكتبك. طولي بالك لحظة. إيه؟ وصلت على مكتبك، ليلي وين بلاقي؟ على طاولتي تحت المصنف الأزرق. مصنف أزرق، إيه لقيته. تمام تمام لقيته. تمام، إذا خلصت يا ريت تطلع من مكتبي. شكرا لميس، الشغل معك متعة كبيرة. يا ريت لو كان فيني أقول لك نفس الكلام. في عقد لشركة إنتاج وبده إياه. ها شفتي؟ شغلة بتخص الشغل مثل ما قلت لي. أنا رح روح والباقي عليك. لا تاكلي هم، تركي علي. لا تنسي تتصلي، بدي أعرف شو رح يصير معه. رح أتصل. لا تاكلي هم، روح يلا. الموضوع عندك ولا طلعي فيني. أنت انزعجتي من كلام بارش شي؟ لا ما انزعجت، بس قلبتي خلقتك. كيف رح يمشي الحال هيك ميرا؟ كيف رح يمشي الحال هيك؟ ما منقدر نطلع مشوار ولا منقدر نتمشى أنا وياه، مضطرين نضل متخبيين دائما. يا أما منروح البيت يا أما منضطر نروح على شي مكان ما حدا بيعرف. أكيد القصة ما رح تضل هيك لآخر العمر يعني. إن شاء الله خلص، مو مشكلة. يلا تمام. أنا ما قلت لكم من الأول؟ أي فعلا. هذا سردار؟ ألو سردار، ليك أنا أجيت على الحفلة. هيك بتخونني؟ مو عساس ما بدك تروح؟ شو صار؟ قلت لحالي ريح راسي شوي فأجيت. تعال أنت كمان، تعال نتسلى. هلأ بشوف طاقتي، إذا كانت منيحة بيجي روح من وشي. إيه تمام، معناها إذا أجيت اتصل فيني. إيه؟ ليش ما في غيرك بحياتي لأتصل فيه؟ أنا هلأ رح بلش غني. كيف يعني؟ رح أشرح لك هلأ لحالك رح تعرف يا أمور. ليه؟ لك سردار ما بتبطل حركات؟ أكيد هاي حركاتها، بدي هنيك من قلبي. لك هذا سردار هو اللي عم يعمل هيك. ها
شو هاد عم تدللنا على الآخر يا سردار؟ مانك قليل؟ سلام. هاي هي المفاجأة تبعي جلال، وهلا باي يا منير. بتجننوا ياخذ العائلة على فكرة. Thank you.